السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم عن حلقة جميلة ومختلفة وشيقة ان شاء الله، وهنتفرج مع بعض دلوقتي على فرجة حمام بسم الله ما شاء الله عليها. يعني هنتكلم عن مواصفات الحمام الكينج الاصلي يا جماعة. والحمام الكينج الاصلي يعني مواصفاته تختلف عن اي مواصفات حمام. اول هام، لا يعتبر الحمام الكينج مثله مثل انواع الحمام الاخرى إذا أنه أكبر حجما ولا ينتمي لفصيلة حمام معينة، وإنما أتى نتيجة التعديد من عمليات التهجين بين فصائل الحمام المختلفة، وذلك بغرض الحصول على أنواع جيدة من الحمام الذي يمتلئ جسده باللحم على غزار الدجاج والطيور الأخرى، باستثناء الحمام الذي غالبا ما يكون قليل اللحم في أغلب الأحيان. وسوف نوضح كل ذلك وأكثر من خلال المقال. الحمام الكينج وكيفية إنتاجه من السلالات المختلفة يا جماعة. بدأت محاولات تهجين ذلك النوع من الحمام في الفترة ما بين عام 1890 إلى عام 1892 ميلاديا على يد المربي الأمريكي هاري بيكر. يبقى أول واحد هو اللي انتج الحمام ده او هجن الحمام ده هو هاري بيكر يا جماعة، وذلك عندما اراد ان ينتج نوعا من الحمام ينتج كمية كبيرة من اللحم مثل انواع الدواجن الاخرى، فقام بعدة دراسات وابحاث في مجال عالم الوراثة والتهجين. فقام بالتهجين بين بعض سلالات الحمام الاوروبية للحصول على ما يريده من الحمام اللاحم، وقد تم إنتاج ذلك النوع من الحمام عن طريق الجمع بين سلالتين من الحمام الرند بسبب حجمه الكبير والحمام المالطي بسبب خصوبته، واختار اللون الأبيض في كلما فصيلتين. يعني جاب حمام رند وحمام مالطي الاتنين أبيض اللون يا جماعة، الاتنين لونهم أبيض، وذلك لتفضيل السوق في ذلك الوقت. الحمام الأبيض السوق وقتها كان محتاج حمام ابيض، يعني كان الحمام الابيض ليه شعبيه جامده جدا، وكذلك لان اللون الابيض في الحمام لون جمالي ويصلح للزينه والعرض. هنخش بقى عن المواصفات يا جماعه. واستمرت محاولات التهجين لعامين، وفي النهايه يعني غاب يهجن الحمام يا جماعه، يدخل دي على دي ودخل دي على دي ودخل دي على دي سنتين. استمرت محاولات التهجين لعامين، وفي النهاية نجح هاري بيكر في إنتاج سلالة الحمام الكينج، ورجعت عملية بيعه داخل الأسواق، وقام المربيين المحليين بإنتاج الآلاف من الحمام الكينج في نفس العام. ثم انتشار هذا النوع من الحمام على مستوى العام لمدة قرن كامل، وقد حاول بعض المربيين منذ سنوات قليلة أن ينتجوا سلالات حمام مشابهة للكينج، ولكن لم تطل فترة استمرارها مثل الحمام الكينج. وقد تم اعتبار الحمام الكينج الأبيض هو الرمز الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، كما استمرت المربيين الأمريكيين في إنتاج سلالات أخرى من الحمام الكينج الأبيض، وقامت العديد من المشاريع على تطوير هذا النوع من الحمام، وأنتجوا ألوان أخرى منه كالأحمر والفضي والأزرق والأصفر. ولعل تسمية الحمام الكينج بهذا الاسم الذي يعني الملك بسبب شكله الجمالي، وسيرة متبخترة بسبب وزنه الثقيل مقارنة بأنواع الحمام الأخرى، فهو الذي يزن غالبا 1 كيلو جرام أو أقل أو أكثر قليلا. كذلك لا يفضل الكينج الطيران، وإنما يفضل يسير دائما. يتميز الحمام الكينج بجسم أكبر حجما من باقي أنواع الحمام الأخرى، كما أنه يمتلك جسما قصيرا نوعا ما وعريضا، وله استدارة مميزة. وفيما يلي تفصيلا لمواصفات الحمام الكينج من حيث الرأس والعينين والمنقار والذيل والرقبة، بالإضافة إلى وزنه واللون المختلف.
الرأس يتميز الحمام الكينج بالرأس الغليظة بعض الشيء مع وجود بروز في جبهته. المنقار قصير وغليظ ويكون لونه رمادي قاتم في الحمام الكينج الغامق اللون، بينما يكون لون المنقار وردي أو أحمر أو أصفر أو برتقالي مائل للون الأحمر في الكينج الفاتح اللون. العين يمتلك هذا النوع من الحمام بعينين واسعتين لامعتين، وبالنسبة للون العينين يكونان في الحمام الكينج القاتم اللون بلون أصفر غامق يميل للبرتقالي، بينما تكون في حمراء اللون في الكينج الأبيض. الرقبة غليظة ومائلة إلى الخلف قليلا، كما أن هناك بروز واضح عند الصدر. الأجنحة قصيرة الطول وقوية ومتناسقة مع طول جسم الكينج والذيل. الصدر بارز، الصدر بارز من ناحية الأمام وعريض وعميق نوعا ما. الذيل يميل الذيل ناحية الأعلى، كما أن المسافة بينه وبين نهاية الرأس ليست بالكبيرة. الثيقان، الثيقان تتميز ثيقان الحمام الكينج بطولها عن باقي أنواع الحمام الأخرى، كما لا يكسوها الريش. بالنسبة للوزن، فيبلغ وزن ذكر الحمام الكينج البالغ ما يتراوح بين 850 إلى 1 كيلو جرام، وكلما زاد وزن الكينج كلما زاد ذلك من تقويمه الجيد. وبكده يا جماعة يبقى احنا اتكلمنا عن مواصفات الحمام الكينج عشان لو انت عاوز تشتري كينج، وطبعا اتكلمنا عن العين، واتكلمنا عن الرجلين، واتكلمنا عن الجناح، واتكلمنا عن مواصفاته. وطبعا الفيديو مدمج فيه الصور وفيديوهات، ان انت ممكن لو انت نازل انت تشتري السوق او رايح تشتري اي حمام او نفسك تربي في حمام كينج، هتنزل تشتري وانت عارف مواصفاته، ما يندهكش عليك، لان في كينج مصري وفي كينج شعبي فمن، وفي كينج انواع غريبة كده بتطلع. فطبعا حمامة جميلة جدا جدا بحكم تجربة تربيتي ليها، وبتشيل لحم كتير، ولحمها عامل زي زي لحم الفراخ الرومي كده يا جماعة، يعني لحمها ممتاز. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على بعض صور الحمام. ولو عندك اي مشكلة ممكن تسيبنا في تعليق، ولو اول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، نكون سعداء بوجودك معانا ان شاء الله. وما تنساش تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وهسيبكم تكملوا مع بعض ازاي الحمام الكينج ومواصفاته وشكله والوانه. طبعا الوانه معروفة، في منه الاسمر والابيض والاحمر البار والاحمر الفاتح والاصفر والازازي وده التايجر بسم الله ما شاء الله، يعني حمامة بسم الله ما شاء الله في وقفتها، تحب تقف تتفرج عليها كده من جمالها. وطبعا دول شوية حمام من اوروبا طبعا في التلج، احنا عندنا لو شوية هوا يقولك قفل على الحمام بسرعة الحمام ياخد برد. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.